ايها الاخوة الكرام، عود كريم الى ساحة القرآن والاحكام مع قارئ وابن قارئ ومن بيت الكرام الشيخ ابن الشيخ علم من اعلام مركز منيا القمح ومن اقمار اصحاب التلاوة بمصر وسفير من سفراء القرآن الكريم الى العالم الاسلامي القارئ وابن القارئ والشيخ ابن الشيخ ثروة اسعد ابو الجداين ملامس من القمح شرقية يتفضل مشكورا ليمتعنا بما يتلوه من معجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سبيلك وقيهم عذاب
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إِنَّ
الله يكرمك ويطول عليك. الله يبارك في عمرك. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز أكبر مما قلتكم أنفسكم
قالوا ربنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا الله يبارك في عمرك الله يبارك في عمرك فاعترفنا بذنوبنا فغي إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهي إلى خروج من سبيل
والحكم لله Oh,
رب يا رب. على من يشاء من
يوم الحشر ينادي المنادي على من بعثهم على من جمعهم يوم التنادي، فيناديهم جميعا لمن الملك اليوم، فلا إجابة لأحد ولا رد لمخلوق إلا أن الإجابة بلسان الحال. الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إلى ما تيسر من سورة غافر وبقلب شاكر ولسان ذاكر وليلة نورها ظاهر وتعداد الرجال فيها باهر والقارئ صوته زاخر، وكيف لا وهي ليلة تكريم رجل طاهر، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج عصفور أبو شنب، مشاركين الأسرة الكريمة عائلات أبو شنب، بيت الواجب، بيت الكرم، بيت الخلق، بيت الأدب، اجتمعنا لنشاركهم ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج عصفور أبو شنب الذي توفاه الله عز وجل إليه ليلة الجمعة، ويكن تكريمه في يوم كريم يوم الجمعة. تلا علينا القارئ الشيخ ثروة أسعد أبو الجلايل، القارئ ابن القارئ والمقيم بملامس مركز منيا القرن، رحم الله والده بيت القرآن بالشرقية. أيها السادة، هندستنا الإذاعية اليوم الحاج محمد الكولي وأولاده، هندستنا الكهربائية حاج محمد طه درويش، كهربائي الشيخ جودة بمنيا القمر، فراشتنا الذهبية أفندينا محمد الحاج منصور رشاد بمنيا القمر، مقدم الضيافة الفندقية الكابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، مصورنا ومخرج الليلة لنراها كل يوم وليلة مخرجنا ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر. أيها الأخوة الكرام، إن سورة غافر هي أولى السبع الحواميم القرآنية المكية الربانية، وهي تعقب سورة الزمر وتسبق سورة فصلت. فيها من المعاني القرآنية ما يصف لنا القدرة الربانية في خلق العباد وفي رزقهم وفي قدرته على كل شيء.